جلال جلال اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة شوف تي في ومرحبا بكم انا في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء بالضبط من سوق الخضر والفواكه بالجملة. جينا نشوفوا القرعة الرطيلية اللي دخلات والثمن ديالها ارخص من القرعة العادية. الثمن ديالها ديال 6 دراهم. كتكون ثقيلة عامرة من الداخل عامرة من الداخل. هل القرعة العادية هذه هي رطية تكون عامرة من الداخل. ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل ها رقيلي هادي اشمن بلاصه هادي اكادير اكادير بدات تدخل بدات جديده دابا كانت تيفلت اللي قبل كانت ديال سميتو ديال مراكش مراكش ديال تيفلت تاع دابا هادي ديال اكادير هادي جديده يلاه جديده يلاه دخلت اه يلاه داخل ما دخلت تضرب لي ضربه فوق تضرب لي فوق بدات كتدخل كتدخل دابا كاين معاناه كاين مع العيد الكبير كنقص بيع 10 شهرين كنقص بيع 10 75% ديال الناس الناس كاين اجمع قدرات تخرج الفلوس ما بقاش خرج الفلوس كيخمو العيد الناس بقاش كيفكروا في البصله لا في المطيشه لا في الخضره لا والو الناس كاين ازمات فكرت تقريبا واحد 60000 ولا 70 خصها تجمع واحد خصها تجمع 60 و 70 هذا المواطن البسيط هذا المواطن البسيط ما تهضر درويش 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 انت الا بغيتي العيد بعيد راه خاصك واحد 7000 درهم تكون موجوده الدار اللي كتبيع وتشري مع شحال في راس مال 2000 درهم 3000 درهم يلا اي خدار دابا كيبيع ويشري فراس مالو 3000 درهم 3000 درهم اش غيدير بها؟ هو باغي واش يبيع ويشري بها يشري بها العيد راه كاينه ازمات بصح حليت فراس مالو 2000 درهم زيده 3000 درهم كاع نديرو الخدار ماكسيموم عنده 5000 درهم داك لاباس عليه 5000 يلا تشيط ليه واحد 150 درهم ل 120 درهم فراس باش يعيش باش يعيش باش يعيش باش يعيش وماشي ديما كيبقى عنده راس المال اقسم انه والله يقسم بالله كاين أزمة صاحبي أزمة خانقة وهاد الأزمة شنو اللي دارها؟ غنكون لا عارف خصني نخسر أي شنة وكون عارف كل شيء الأزمة شنو اللي دارها؟ كتكون أي مناسبة ديال شي عيد كيتهرس بنادم لا في عيد الأضحى لا في الشيء اللي عنده كيحط صافي السلام عليكم العام عندنا كله العام عندنا كله أعياد كلشي عايش كلشي عايش أقسم بالله العام كله أعياد كاين مشاكل هاد الرطيلية هادي واش ما كياخذهاش بنادم بحال الأخرى العادية لا كلشي كيتمشى هي كاين أزمة كلشي كيتباع ولكن كاين أزمة الفلوس ما كايناش الفلوس ما كتضاعش أنت إلا بغيتي تاخذ هادي وديرها في كسكسو راه خاصك خضرة أخرى وخاصك اللحم خاصك السميدة خاصك 150 درهم وصل هي كانت كتطلع دير واحد يطلع لي ب 70 درهم ولا كتطلع لي ب 4000 5000 بالحمى 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 شحال كيصور راه كانت كيلو الحمى ب 30 درهم زيد عليها 30 درهم اخرى 30 درهم اخرى 70 درهم الحمى ديال 50 درهم 50 درهم وهذا الخضره هذا السميده هذا 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 كطلع ب 4000 مشوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في هذه هي القرعه الرقيلية ديالها 6 درهم العادية دايرة شي 8 ولا 9 هذه دايرة من 100 ل 120 هذه وهذه هذيك دايره من 140 حتى 60 ريال كاين ضرر راه كاين خساره ضروري كيطلع فيها الكوسو ضروري كاين ضرر كاين ضرر وشنو هو اللي غايجي يدير قفه على هادشي كامل غايدي كذا كذا كلشي هو عيد كبير كبير مخلوع منه ما نكذبش عليك شوف انا كنقول الواقع عيد كبير غيذبع بنادم شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تي في على حب الشيء ان شاء الله